صباح الإيجابية، صباح الرياضة على كل مشاهدينا. فقدنا رياضية تمارين اليوم، تمارين مختلفة، تمارين قوة وتكيف. الهدف من عدها شد وتقوية عضلاتنا وبنفس الوقت تنزيد لياقتنا. رح نبلش ونهيئ جسمنا قبل ما نبلش تماريننا، خليكم وياي. رح نبلش بحركات بسيطة، دائما نركز على الإحماء بصورة مباشرة. دائما الإحماء يكون بحركات بسيطة، هايني مع حركة قفز، ومن ثم نبلش تمرين من جولة إلى جولتين حتى ما يتعرض للإصابة دائما. ممتاز، رح نبلش جامب جاك. ممتاز، نصعب الحركة أكثر، نزول من ثم صعود مع حركة الذراعين. ممتاز، عفي عليكم. بانسيابية مستمرين. 5 4 3 2 1. ممتاز، نصعب الحركة أكثر، تاتش من ثم صعود. ممتاز، نزول صعود. 5 4 3 2 1. ممتاز، اخي شيء اخر تمرين بهذا البوزيشن، نظل نزول ثبات ثبات، من ثم نمد جسمنا فوق مع ثبات، نرجع ننزل، عفي عليكم، ثبات، من ثم نمد جسمنا فوق. رح نسحب العضلات الخلفيه حتى من الشنج بناخذ تماريننا للجزء السفلي. ممتاز، رح ناخذ 3 more 2 more. عفي عليكم، last one. ممتاز، رح نبدا التمارين اللي هي القوه والتكيف strength and conditioning باستعمال اوزان. اول تمرين رح نبدا به هو يقوي لنا عضلات الظهر، الذراعين، ومن ثم عضلات الجسم كلها. بهذا البوزيشن رح ناخذ بنت اوفر رو، نسحب. رح ندخل وياه تمرين كارديو، تمرين هوائي. رح ناخذ 20 عده على كل تمرين، على 4 تمارين بكل جوله. رح اشوفكم اياها من الجانب. احنا رح ناخذ 5 عدات، انتم بالبيت رح تاخذون 20 عده او بالجيم. 5 4 3 2 1. ممتاز، نرجع الدمبل وناخذ تمرين كارديو وتمرين هوائي اللي هو باربيز بادل بوزيشن. نزول 1 2 اجين 1 2 اب. نبدا من العد 5 عدات. 1 اب، عفي عليكم، 2 اب. ممتاز، 3 4. اخر عده بالنسبه للناس البيجنر. بالنسبه للناس الادفانس اللي حشوفكم تكنيك وحدي بهذا البوزيشن، جامب جامب. اخر عده اعيدها، ركزوا وياي، جامب. عفي عليكم، من ثم ننتقل للتمرين الثالث اللي هو بالدمبل، شغل بعضلات السفليه والعلويه. هذا البوزيشن، ننزل نصعد ندفع، ناخذ نفس، اجين داون اب، ناخذ نفس بوش، ناخذ نفس ننزل، عفي عليكم، بوش. ممتاز، داون بوش، ننزل 3 more، نتنفس 2 more، عفي عليكم، last one. ممتاز، من ثم ندخل تمرين كارديو اللي هو تمرين هوائي. ممكن ندخل اي تمرين اللي هو الباربيز او جامبينج جاك. رح نطبق 20 عده جامبينج جاك. احنا رح ناخذ 10 عدات، رح نبدا من عد 5 4 3 2 1. عافية عليكم، نتنفس. هاي الجولة الأولى بها 4 تمارين على 20 عدة، ناخذ من 5 إلى 6 جولات ونطبقها من ضمن روتين تدريبنا. لا تنسون تطبقون هاي التمارين حتى تفيد صحتنا وقوتنا. شكرا لكم، هذه انتقالة للزملاء في الاستوديو.